وصلنا لفقرتنا التالية وبعدنا مستمرين يمكن نحكي عن تراثنا، عن حضارتنا. رح نحكي اليوم عن مادة تصنع بحب وتصنع بإتقان كبير بين الماضي والحاضر. حافظت الحرف السورية على أصالتها مع وجود التحديث بشكل مستمر. رح نحكي اليوم عن الحرف اليدوية وعن الحاضنة الحرفية مع شيخ الكار ومدير الإعلامي بحاضنة دمر الأستاذ عدنان تنبكشي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد يسعد صباحكم صباحك جميعا. وأهلا وسهلا. يعني تذكر دائما وسهلا. لما نحكي عن أعمال الحاضنة دائما في شيء جديد، خبرنا عن نشاطاتكم الأخيرة والجديد اللي عم نشتغل عليه. الحقيقة أنا بدي أشرح عنها بشكل مبسط لحتى تفضل. بتعرف الحرفيين ببساطة بقلبهم الطيب، إحنا بدنا نوصل لهم هالرسالة شو هي الحاضنة. الحاضنة أول شيء بنوجه الشكر لوزارة الإدارة المحلية ولكل الوزارات المعنية اللي عم يساعدونا ويواجهونا كل المعونات وبما فيهم أو بما قدمتهم، خلينا نقول القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وعندنا كمان شكر للسيد المحافظ اللي أعطانا إعفاء تام من الرسوم لموضوع الحاضنة، ما عاد في تراخيص إدارية للمستثمرين بحاضنة دمر لكل الحرفيين وشيوخة الكار. مشروع الحاضنة هو بالحقيقة تسمياته كثيرة، مشروع هو الأول بسوريا، المشروع التنموي الهادف، مشروع إنساني، مشروع وطني، مشروع يعني بيعطي رسالة للعالم. نحن من خلال شاشتكم الكريمة الإخبارية على طول كل ما أنا أطلع من الاستوديو بيجينا اتصالات عديدة لكل واحد عم يتابعنا بسوريا وبرات سوريا على هذا المشروع الرائع اللي هو بيجمع بين الأب والابن، بيجمع بين الحرفي والإنسان العادي أو المثقف. بيصير حوار أنت أثناء ما عم نشتغل نحن بيكون بشكل مباشر، بيجينا ممكن طفل يسألنا، نحن كثير بننبسط عن أي مشروع نحن عم نساوي. مشروع بيلم كثير من الناس حتى بما فيهم ابناء الشهداء اللي بنوجه لهم التحيه. كمان هذا مركز تعليمي كثير كبير، في اكاديميه الاسد للتعليم الفنون الحرفيه كمان هذا موجود، في موجود فيها مركز ثقافي، دور مزادات، في مكان خاص للاحتفالات، في مكان ساحات كمان للمعارض مو بس السوريه كمان الدوليه. اذا وفي ورشات عمل وفي عندنا كمان العرض المستمر للمنتجات الحرفيه. نستقطب كافة شرائح المجتمع، العاطلين عن العمل كمان فيهم يتوجهوا على الحاضنة ويتعلموا حرفة، ما يقول أنا كبير، ما يقول أنا القطار طافني، يجي صبية، بنت، ختيار، صغير، كبير، كله هذا المكان المناسب للعمل وللتعليم الحرفي. لو كان إنسان كبير عم يجينا ناس كبار بالعمر بنرفع معنوياتهم، قادرين على أنه يتعلموا ونحن بنعطيهم الحرفة المناسبة لهم. تمام. أستاذ عدنان، دائما يمكن الحرفي اللي بيملك حرفة وخاصة نادرة من نوعها، نعم، بتحس انه خلص بده يورثها لاولاده، نعم، بده يورثها لاحفاده. اليوم قديش مهم انه نحن كشيوخ الكار انه نضوي على هي الحرف، انه نتبناها، انه معلش لا فينا حتى اذا كان كبير بالعمر وبيقول لا هي بس لعائلتي هي الحرفة. قديش نحن دورنا مهم، انتم دوركم مهم انه نحن نعلمها ننقلها لاجيال تانية. والله هي اتهامات مو صحيحه، لانه اكبر دليل احنا موضوع الحاضنه وان شاء الله بتصير حواضن متتاليه بكل المحافظات. اتهاماتي انا ولا اتهامات الناس؟ لانه اكبر دليل احنا هذا الموضوع مفتوح لعامه تمام. الناس اللي بده يجي يتعلم. وقبل هلا ساوينا نحن بتكيه سليمانيه بهذا المكان كمان دورات عامه بتعاون مع وزاره السياحه واتحاد العام الحرفي واتحاد دمشق وشيوخ الكار، وفي عنا دورات متتالية عم تصير مفتوحة وعم تكون مجانية. يعني هذا الاتهام ما له كتير مزبوط، وهل عم يتهمنا يجي يتفضل. نحن على مفتوح الباب على مصراعي للتعليم، أبواب الحاضنة مفتوحة لكل واحد حابب يتعلم بأي حرفة. والحمد لله بفضل الله نحن أجدادنا تركونا نحن 30 أو ما يقارب 35 حرفة يدوية بنرفع راسنا فيهم بكل دول العالم. الباب مفتوح واهلا وسهلا بكل واحد بده يتعلم اي نوع من الحرف اليدويه. وعندنا نحن دورنا هلا كجيل صاعد، يعني نحن او دير الاجيال نحن المتوسطه الاعمار، انه كمان عم نحط لمساتنا. يعني في عندنا نحن ابداعات كمان، يعني عم نحطهم ابداع الماضي وابداع الحاضر بالحفاظ على الهويه التراثيه.
والي بده يجي اهلا وسهلا ومرحبا، وان شاء الله عما قريب يعني راح تسمعوا اخبار كثير كثير حلوه بتسر كل المشاهدين وكل واحد سوري وطني وعربي اصيل كمان بهي الحاضنه التراثيه الجميله. نعم، يعني كنا عم نحكي من شوي انه مشروع الحاضنه هو جديد نوعا ما يعتبر. نعم. نحكي عن اهميه هي الفكره اليوم، قديش برايك لازم تعمم على باقي الحرف الباقيين؟ يمكن في شيء عم يتقدم بهذه الحاضنه مو موجود بمكان ثاني. هلا هو هي المشروع نتيجة بحث علمي قدمه زميلنا لؤي شكو، بنوجه له التحية، بمساعدة كمان كان هو بمهرجان باسل للإبداع، حتى نحن من خلال الحاضنة هلا بدنا نشترك بمهرجان باسل للإبداع إن شاء الله. موضوع إنه كثير مهم، طبعا كثير مهم، هذا من خلال البحث العلمي أخذ جائزة، ومن خلال هالجائزة أخذ موضوع الحاضنة بالتعاون مع الجهات المعنية بما فيهم الاتحاد العام للحرفيين، القيادة المركزية للحزب، وفي عنا وزارات كلها تقريبا الثقافة والسياحة كلها معنية بهذا الموضوع، وبصير تكاتف وتلاحم وكل من له اختصاصه بهذا المشروع. منوجه التحية لكل الحرفيين وشيوخ الكار اللي عم يدربوا واللي عم يتدربوا. هذا المشروع كتير كتير حلو، تنموي اقتصادي ثقافي فعال، بيعطي رسالة المحبة، رسالة المحبة لكل الناس انه هي هي سوريا، وهدول الشباب السوري اللي عم يشتغل حتى خلال الأزمة أنجزنا إحنا كثير، أخذنا جوائز من خلال موضوعنا اللي هو اتحاد دمشق للحرفيين وحاضنة دمشق للحرفيين. نعم أستاذ عدنان، اليوم بيجي لعندك حدا هو بحب أنه يشتغل حرف، ولكن هو يمكن بيشتغل شوي هون وشوي هون، مضيع ما ملاقي حاله وين بيبدع أكتر. اليوم في اختصاصيين عندكم بالحضنة تقول أنه لا أنت هون أحسن، لا أحسن لك من هون، يعني في شيء دعم نفسي أكتر من أنه دعم حرفي بيكون بالحضنة؟ أكيد نحن أول شيء بنعمل له جولة بالحاضنة، بيشوف قدام عينه موضوع الحرف العديدة، ربما في حرفة ما كان شايفها يصير ميوله أكثر إلها، بنعطيه الاختيار وبنعطيه نحن توجيهاتنا والنصيحة تبعنا، لكن هو من قلبه النابع اللي طابع من قلبه هو شو ميوله؟ يعني ميوله مثلا بيروح عن حاس، ميوله عن مزايك، ميوله على تنزيل الصدف، ميوله على هلا. وكمان إذا مثل ما تفضلتي عندك سؤالك كثير مهم، إنه ميوله لجهتين. ناخذ ابداعه من ابداعه يعطينا الفكره تبعه فرضا، وبصير عندنا دمج. هلا انا واحد من الناس دمجت اكثر من حرفه مع بعضها، وصلنا للمرحله هلا بمهرجان الباسل ان شاء الله راح اعرض عمل في اربع حرف متتاليه مع بعضها بعمل واحد. هذا الميول اللي احنا بنستقطبه، بنشوف هو شو اكثر شيء حابب، وليكن حرفتين بنعطيه منتج حرفي ثالث هو اللي هو دمج بين الحرفتين. وكثير حلو هذا الكلام، يعني انه ناخذ نحن الافكار تبعه بننمي له اياها ومنطور له اياها، وبيشتغل كمان عملي بايده. نعم، يمكن بالبدايه سالتك عن الجديد اللي كان بقلب الحاضنه، بدي اسال عن موضوع هو تطوير الحرف. اليوم نحن بين مقولتين، اما المحافظه على التراث والتقليد كونه هويه صار ما فينا نغير فيها، وبين ممكن نحن نتيجه مواكبه العصر والديكورات، ويمكن مثل ما انا تطور العصر في شيء عم يدخل على الحرف. اليوم بالحاضنه اي ميول بتشجعه اكثر؟ هلا المنتج اليدوي 100%، لكن احنا موضوع التنمية التطور المعاصرة من عصر، احنا ما بدنا نمشي عكس التيار، بنمشي مع التيار وبناخذ مثلا المواد الأولية الجديدة. هلا مثلا مواد تنظيف النحاس كانت غير، هلا التقنية تبع جودة النحاس كمان غير، هلا بنتماشى معها، لكن برجع بقول لك بنحافظ على الهوية السورية، بصمات الماضي. احنا ما بدنا نحط شيء منتج مثلا عصري وما له معالم قديمه، ما له معالم تاريخيه، ما في تاريخ الاب والجد ما له موجود فيها، لا هذا اللي احنا بنرفضه، بنحط التاريخ الماضي وابداع الحاضر والتقنيه الجديده. يعني اذا في منشار جديد اليوم بيوفر علينا مجهود من العمل بنستعمله، في عندنا مواد كيماويه لتنظيف النحاس بنستعملها، في عندنا تلبيس النحاس كمان ماده جديده يعني فيها تطور كمان بنستعملها، بس بيضل الهويه الاساسيه موجوده باي حرفه او باي تحفه موجوده، نحن بنحافظ على الهويه التراثيه القديمه. نعم، من بعد دخول اي حدا الى الحاضنه المتابعه قديه مهمه اليوم؟ انه خلص انا تعلمت الحرفه ورحت قعدت بالبيت، لا المتابعه انه نكفي فيها، انه نحن نحط لمساتنا اللي بنحبها فيها لهي الحرفه، قديش مهم؟ المتابعة كتير ضرورية، لأنه الواحد ما بيكتفي على طول بيتعلم. يعني هلا فرضا واحد، أنا صلي 30 سنة ما بيكتفي بالعمل، لازم بدي كمان تابع، كل يوم بيجينا أفكار جديدة. يعني الواحد ما بيكتفي بأول كورس أو
أول دورة عم يأخذها، يأخذ دورة ثانية، يأخذ دورة ثالثة، الرابعة إلى آخره، حتى يوقع له شيخ الكار أنه أنت صار عندك الكفاءة أنك أنت تفتح مشروع لحالك. وفيما بعد كمان في عنا مشروع وزارة الاقتصاد كمان بتنمي هي المواهب، هيئة الدعم وترويج الصادرات ربما يفتحوا له مشروع لحاله، يعني حتى لو ما عنده مادي هذا المشروع بينفتح في تشاركية مع جهات دعم. قلت لك أنا في كثير وزارات الاقتصاد والثقافة والسياحة كمان كثير معنية بهذا الموضوع، أنه نحن في تشاركية، هذا المشروع كثير وطني وبيلم كثير من الناس. نعم، يعني نحن جايين بموسم الصيف على مهرجانات كثيرة ومعارض، منهم نعم. شام بتجمعنا قريبا، وفي معرض دمشق الدولي، يمكن كمان لكم مشاركات دولية حتكون، خبرنا عنها. الشام تجمعنا قائم، أصدقائنا الحرفيين وشوخ الكار كلهم، ما في لحنا عنا معرض لا محلي ولا خارجي دولي إلا إحنا ما نشارك فيه. شاركنا بكثير معارض، أحرزنا امتيازات، أنتوا حضرتكم كمان بشاشتكم الكريمة ما قصرتوا معنا في متابعة حتى بالخارج، يعني أنا بآخر امتياز أخذته الأول على 11 دولة ببيروت كمان كان اتصال مباشر معكم صحيح. يعني أنا بتشكركم بوجه لكم التحية لكل طاقم الإخبارية السورية. مشروعنا القادم نحن عم نهيئ لمعرض دمشق الدولي 61، هذا المعرض الكبير اللي عم يجمع الناس، بيجمع الناس بالحرف، بيجمع الناس بالاقتصاد، بيجمع الناس بالمكان الترفيهي الكبير، بيجمع الناس نحن كحرفيين، واجبنا انه نقدم ونحط شيء جديد، ما بنكتفي نحن باللي عرضناه بالسنوات السابقه او المعرض القادم، عم نحضر هيك التعليمات، نحن لازم نحط منتج جديد بالمحافظة على الهوية التراثية القديمة، وراح تشوفوا أشياء كثير حلوة. وهلأ رح نلاحظ موضوع الدمج، دمج بين حرفتين أو ثلاث حرف، رح يكون وأنت لك هلأ موضوع النحاس، بننزل النحاس مع الخشب مع الصدف، بننزل مثلا الفسيفساء بنحط له إطار نحاسي، عرفت كيف؟ يعني بصير عنا دمج، بصير تعاون، وخاصة الحاضنة بتجمعنا أنه هون مثلا النحاس، هون مزيك، هون فسيفساء، من خلال انا زياراتي روحه وجاي لعنده مرحبا صباح الخير، انا بستقطب منه فكره، هو بيستقطب مني فكره، بنرجع لعمل مشترك ومننميه ومنساويه، هذاك يعني المكان مهيئ يعني كثير بيساعدنا على انه نساوي هيك شيء. تمام، قبل ما نختم لكل شيخ الكار يلي موجودين بالحاضنه بدنا نوجه لهم تحيه، وحضرتك شو بدك تقول لهم بالختام؟ بدي أقول لهم الله معكم، وإن شاء الله القيادات كلها دعمتكم، القيادة المركزية معكم، إن شاء الله كل أصدقائنا معكم، وأنا بوجه لهم التحية على أنه نضل هيك متلاحمين إيد بإيد ومنصنع كتير، لأنه كمان هذا مشروع وطني اقتصادي، نحن وقت منشارك بالمعارض الخارجية منمثل سوريا أحلى تمثيل صحيح. وبيجي عائدات جيدة للحرفي ولشيخ الكار وللبلد، وبنعطي الرسالة الحقيقية اللي هي سوريا. شو هي سوريا؟ بتعرفي حضارات عديدة، سوريا أم الحضارات أم الأبجدية. أكيد أكيد، الله يعطيكم العافية. يعني أكيد الجهات المعنية لها هلأ عم تحرص على توثيق كتير من الحرف اليدوية بالتراث اللامادي السوري، جهودكم أكيد مباركة دائما، ودائما بنحكي نحن أنه بنراهن على الإيد السورية العاملة أو الحرفي السوري العامل وين ما كان، مو بس في سوريا، بكل العالم. شكرا كثير لك ولتواجدك معنا. يعطيكم العافية، شكرا كثير لك.